تقييمك لاداء النادي الاهلي وبعض او خلاص جماهير النادي الاهلي لحد ما بقت قلقانه من ادائه. النتائج الى حد ما في نتائج بالمكسب، لكن الاداء بيخوف ما بعد ذلك بالنسبه للجمهور النادي الاهلي. رايك في موسيماني في الكام ماتش اللي بص، انا المدير الفني اللي يكسب يجيب ثالث عالم ويكسب بطوله افريقيا ويكسب الدوري العام ويكسب الكاس، هتكلم فنيا مش هقدر اتكلم عليك كاداء. ما هو بحقق المطلوب منه، بس الدوري عام ده اصلا بتاع فايلر يا كابتن برضو عشان كان ممكن يعني بس معلش كان ممكن يحصل اخفاق، فكنا هنقول بتاع اللعيبه وبتاع المدير الفني. يعني هو جه اكمل مدام ما جه اكد فايلر طبعا كان ليه بصمات واضحه وهو جه كمل، ده منطقي وطبيعي. لكن الاختيار كان ليه هدف، هدف اللي انت مفيش وقت ولازم حد عارف الكره الافريقيه. اجيب مدير فني عمال ما يحفظ اللعيبه هياخد وقت وعمال يعني حاطط ايدك في دي وربنا ما يعرف حاجه في الكره الافريقيه. لا 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 بقول لك وربنا ما يعرف كابتن. هو اخد بس عشان نبقى متفقين، هو اخد مع يا عم سيبكم من اخد وما اخدش. بص النادي الاهلي بياخد، بص النادي بس الاهلي بس هو السؤال اللي شايل لك بس لو كان حد مصري مسك في الوقت ده هو كان هياخد بطوله افريقيا؟ لا ما كانش هياخد بطوله افريقيا. لا استنى هياخد. لا مش هقول لك ليه كان هيعاين. هقول لك ليه بص يا سيدي، ما هو انت جوزيه مشي، مسك كابتن حسام البدري خد محمد يوسف، كابتن حسام البدري مشي مسك محمد يوسف خد كابتن محمد يوسف ده ممكن اللي مسك سموحه وفشل، مسك البنك وفشل. بس في النادي الاهلي اي حد بينجح. مانويل جوزيه سايب ده ميراث للكابتن حسام مع شخصيه الكابتن حسام، كانت شخصيه قويه جدا لانه اشتغل مدير كوره ومدرب وغير الفكر والفني كان محترم جدا يا شادي. فهو اقصد ايه الكواليتي اللي كان معاه. ايوه ما اختلفتش، ما هو ماشي على النهج. اولا مجلس اداره قوي واخد بالك وموفر لك لبن العصفور، ده رقم واحد. رقم اتنين معاك لعيبه على اعلى مستوى، يعني مش عايزه مدرب، يعني ابو تريكه بركات. لا والجيل اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي يا شادي، هل الجيل ده يعني لعيبه مش هم الافضل؟ بالظبط. طب بالله عليك كان المدرب يخش يقول لكم حاجه؟ الا جوزيه بس. لا لا جوزيه سيبك. بص ما احنا كان بيعمل حاجات، خلي بالك ده كواليس، ده كواليس كتير. ايوه ما انا بقول، انا لسه بقول لك ايه الا جوزيه صح؟ انما اي مدرب هيمسك مصري هيخش يشوف ابو تريكه وبركات والرجاله دي، اقسم بالله اقول لهم يا رجاله ربنا معاكم وربنا يوفقكم. وكده كابتن رضا برضه. لا ازاي؟ لا بس عايز اقول لك يعني هيقول مثلا خلي بالك وممكن يقول له ايه؟ يعني مش في خطط يا كابتن وفي خطط ايه؟ شغل انت النهارده دورك كذا يعني دورك كذا. كان عاجبني الكابتن حسام البدري قعد يقنع مانويل جوزيه ثلاث سنين اللي نلعب اربعه مش ثلاثه. والراجل قال له انا بنجح بالثلاثه. ايوه خلاص. طريقه اللعب ومحرر الاطراف. مش هغير. انا بخسر عشان اغير؟ لا طبعا. فالكابتن حسام قعد عنده اصرار، لما مسك الكابتن حسام وطبق بقى طريقه لعبه. وعلى فكره في وقته كان ساعات بركات بيقعد وكان ساعات ابو تريكه بيقعد والجماهير كانت بتضغط على الكابتن حسام عشان ابو تريكه هيلعب. نهائي بطوله افريقيا وانت راجع. لا طيب معلش طيب. عشان هكلمك معلش ابو تريكه عشان وقتي بس بينتهي. انا هقول على فكره موسيماني مختلف مع حضرتك في الجزئيه. هقول لك يا فندم انا في حته فنيه مهمه جدا بالنسبه لي. يعني مثلا طلع الجيش مش دايما النادي الاهلي ليه لما نشوف النادي الاهلي بيلعب او نادي الزمالك بيلعب احنا ما نبصش على الفريق اللي بيلعبه. يعني طلع الجيش قدم مباراه هايله جدا جدا بقى. ماشي ما جدا وكان ند للنادي الاهلي وحي الكابتن عبد الحميد بسيوني. بص حط كفه اللعيبه دي انت جايبها بتاعت النادي الاهلي وكفه لعيبه مع كل الاحترام والتقدير ولعيبه كويسه وعملت ماتش. هل بقى في جراءه كابتن رضا بعد سيمبا وبعد بايرن في فكره ان انا اضغط على النادي الاهلي؟ خلاص بص هو الراجل ده ضيع شخصيه النادي الاهلي. اسمع اللي انا بقول لك عليه، طمع الفرق طيب. كلها لا فيه. لا كابتن هقول حاجه والله فرق. بعد ما بتكسب افريقيا والحاجات اللي انا قلتها بيحصل هبوط، بيحصل اب اند داون. يعني اللي مش هفضل انا لازم انزل عشان اطلع تاني. طب هسألك سؤال يا شادي مهم. اللي كويس بالنسبه لي بيكسب وهو السؤال مش السؤال ده ليك. لا قدر الله لا قدر الله الامور ما مشيتش بشكل جيد مع نادي الاهلي في افريقيا، ممكن اداره تستغنى عن موسيماني؟ مفيش مجلس اداره في النادي الاهلي من نوادر جدا بيمشي في نص السيزون او أيوة عشان عندك هدف. اخر ما هو لا ما هو كان معاك مدربين ما حاولوش الاهداف وقعدوا. لكن انا بتكلم على زي ما قلنا عن نادي الزمالك، النادي الاهلي ينقصه في المباراه الاخيره حاجات مهمه جدا بالنسبه لي، النزعه الهجوميه، التحركات الهجوميه بتاعت مين دي بقى؟ بتاعت المدير الفني. بس يبقى اذا يعني المدير الفني انت عجبك امبارح يا كابتن مين اللي عجبني؟ موسيماني؟
هو من يوم من بعد ماتش افريقيا ما بيعجبنيش انا، وقلت بما يرضي الله. ودلوقتي في ناس اللي هي كانت مختلفه معايا كلها، هي مفكرين ان انا بقول كده مثلا ان انا ايه عشان يبقى انا في حته تانية. اقسم بالله ابدا، ده راجل لا بيعرف يغير ولا بيعرف يحط تشكيل كويس، ووقع احسن لعيبه كانت عنده يعني طاهر، محمد طاهر ومحمد شريف. طاهر مصاب، اتصاب. معلش شريف بس ممكن اكون متفق معاك في الجزء. لا وديانج فاروق، انا عايز اقول على حاجه. وديانج يقعد يعني اقول لك على حاجه، انا دايما في الكواليس زي ما قلنا على نادي الزمالك برضه ارجع اكرر على النادي الاهلي، انا في الكواليس ما اعرفش ايه اللي جوه الفرقه. وارد النهارده انا مدير فني بفكر كده، محمد شريف ماشي كويس جدا وجبت لعيب جديد، في مدير فني ما بيدفعش بيه على طول، في مدير فني بيدفع بيه، ايه اراء. طب انا ممكن اكون من ثقافتي اللي انا بقعد شريف عشان اخد منه اكتر من 80، اخد منه ال 100%. بس بص انا معترض معاك في ان في وقت معين كان شريف ده ممكن يبقى خلاص ينطلق اكتر، ماشي ينطلق اكتر ماشي. ده كان جاي من منتخب مصر جايب جول. انا معاك في دي. اللاعب اللي بيمشي كويس زي ما العداله يكمل، انت قلتها فعلا، لغايه ما يحصل له هبوط في المستوى. حتى اللاعب الافريقي على مدار تاريخ النادي الاهلي، اللاعب الافريقي لما بيجي ما بدفعش بيه مره واحده، بدي له ربع ساعه. صح. عشان اعمل ما بينه كيمياء، ما بينه وبين الجمهور، وارد يجيب هدف، وبين اللعيبه كمان اللي في الملعب. بس اللي انا عايز اقول مش كل لعيب يتالق وينجح في فرق مش بحجم النادي الاهلي، مع احترامي للجميع، وارد اللي هو ينجح في النادي الاهلي مهما كان هو بيعمل ايه بره، جاب 30 هدف 40 هدف. مش الحاله دي دايما بتنجح. طيب انا وقتي خلص كابتن للاسف الشديد يعني.